عيونك يا عزنا وانكلم عادي معتز يدير بدونك يا عزنا وانكلم عادي. تحية وأجمل تحية تأتيكم مجددا مشاهدينا متابعينا الكرام أينما كنتم، يتجدد اللقاء بكم مرة ثانية مع تجدد هذه الأشواط المستمرة. شوط آخر يتحرك بفئة الأبكار وهو الشوط الثالث في مجموعة أشواطنا. نراقب اكسبو علي بن عبيد بن علي الفليتي من يقدم لنا اكسبو بالمركز الأول. أما المركز الثاني مشكورة عبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي، والمركز الثالث ما هو بسيطة يا جماعة، بروق العامري راشد بن سالم بن عبيد العامري الاشتبي بالمركز الثالث. وشوف بالمركز الرابع 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 غرور غرور المقعودي غرور، اكيد انك بتغتر اليوم عندك كواكب اللي افتتحت الاشواط الرئيسيه. ولكن هناك ايضا دل محمد بن علي بن عبيد بن رشيد بالمركز الرابع، وعندنا الشاهينيه سالم بن عبد الله بن معدن. هذه الاسماء الحاضره، هذه الأسماء الحاضرة يا مشاهدين يا متابعين. الله 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 الله، يا هو شوط، يا هو شوط مثير، يا هو شوط كبير. تابع يلي بتتابع وراقب يلي بتراقب، وشوفوا شوفوا شوفوا المقدمة، هذه بروق راشد بن سالم بن عبيد العامري الاشتبي على مقدمة الشوط. هذه اللي حذرت منها، هذه اللي حذرت منها، وراحت راحت 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 راحت، طارت 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 طارت. روح روح يا ولد روح، روح يا قائد الشوط. الله بروق بروق تلمع مثل البروق، تلمع مثل البروق بالشوط بالمركز الأول. سلام راشد بن سالم بن عبيد العامري ايديا، سلام وصباح الخير يا اهل ايديا، صباح الخير راشد بن سالم بن عبيد العامري. المركز الثاني دلمة احمد بن علي بن عبيد بن رشيد، اما المركز الثالث شاهنيه سالم بن علي بن عبد الله بن معدن. دقيقتين وعشر ثواني، دقيقتين وعشر ثواني، وهذا هو التوقيت. او يا سلام على التوقيت، او يا سلام على سباقنا اليوم. والله الجو الجو رياضي ما شاء الله، سهيل بين والوقوت مطله، ويا ويل يلي ناقته مختله، يا بن صويح لمطعم يوم العرب مفتله. نعم اليوم اليوم التجهيزات بدات في كل الميادين، والاستعدادات بدات، والتعسكر بدا ايضا لسباق ولي العهد ان شاء الله. التسعيره القادمه اقرب تسعيره عندنا في ميدان المرموم لفئه اللقايه والايداع. استعدوا يا اهل الهجن، استعدوا بتاريخ 16/8 تسعيره كبيره، ملايين الملايين رصدت لهذه الهجن التي ستشارك ان شاء الله في مهرجان ولي العهد. عيديه العيد، عيديه العيد ان شاء الله ستكون حاضره بعد ايام معدوده، هديه من ولي العهد حفظه الله ورعاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم. ابو راشد يدعم هذه الرياضه دعما قويا متواصلا دائما وابدا في كل المحافل. لفع الحافل، تهانينا تهانينا والناموس.